اوتوفوكس مع اوبل ويك عم نكون عم نشوف سيارات كلها من اكيد الفليت تبع اوبل بلبنان واكيد وكاله حصريه تبع اوبل تكنو كارز. بصيرنا اكيد نرحب باوتوفوكس بخليل عبود سيلز مانجر تبع اوبل بلبنان. خبرنا شو هيك الاصداء عن اوبل؟ اوبل هلا ماشيين باداره جديده حاطين من اولويات الافتر سيلز خدمه ما بعد البيع تا يكون الزبون مرتاح. حاطين قروض شروط للقروض على 6 سنين بفوائد كثير منيحه ومتدنيه. يعني بتصور انت اصلا بتريح راسك وقت تشتري اوبل لانه سياره عريقه المانيه 150 سنه يعني 150 سنه عمرها الشركه يعني من اقدم شركات الاوتوموتيف بالمانيا وبيوروب وبالعالم كله كمان يعني من 1862 اوف. اليوم عم نحكي عن سياره بتصور هي بتوج هالخبره كلها سوا وهالسياره الالمانيه اوبل انسيجنيا هي الموست لكجريوس كار عندنا بالبراند. فينا نقول لكجري سيدان بزنس اكزيكتيف بامتياز. اكزاكتلي هيدي هي سياره حلوه الشيب تبعها ايروديناميك كمان ما عم نشوف هيك في نساج شيء حلو من برا حتى الجنوطه قد ايه كبرون؟ الجنوطه عم يجوا 18 انش كثير حلوين صحيح عم بيعطوها سبورتينس وكلاسي بذات الوقت عم بيكون فيها باركينج سنسور فرونت اند رير مع الاكزوست الالومنيوم بيجي كثير حلو. في شيء ما قلناه تيربو عم شوف كلمه تيربو واصلين له للانجن واصلينه ام سوري لكن رح نحكي عن الانجن بعد شوي صغيره بس بتصور الشيء اللي كثير حلو بهالسياره شفناه انا وياك قبل اللي هو الداخل تبعها الانتيريور كثير مركزين عليه لانه الانتيريور بدك تكون قاعد بالسياره بدك تقضي اكثر وقتك صحيح بالانتيريور جوا الاكزكتيف كار يعني بتصور الشخص اللي رح يكون عم بيسوقها شخص رح يكون بده الراحه تبعيته بده يكون مرتاح تيسعد ديستنيشن صحيح كمان شوف هون الكروم هاندلز كثير حلوين تبع فتحات البواب ندخل لداخل السياره تنشوف اول شغله بتطلع فيه هو الفرش الفرش عم بيكون ريل ليذر سيتس الكتريك مع ميموري عم بيكون بيرفوريتد كمان سبار في عندك الستيرنج ويل اللي بيجي كمان ليذر مالتي فانكشن للكروز كنترول للبلوتوث للراديو للانفوتيمنت سيستم اكيد صح هذا الباكج اللي حاطينه هون جاي فيها نافيجيشن زياده وجاي فيها زينون لايت وخشب كمان وخشب تعطيها الكلاسي تاتش يعني اتس لكجيريس كار صراحه هيك بتحس انه لازم تقعد فيها بس بالقليله في ما ننسى ما رح ننسى كمان نحكي عن الاكيد لايت ورين سنسور بس في شيء كثير مهم اللي هو الاوبل اي اوبل اي اللي بتجي بالمرايه اللي بتعطي اللي عندها رود ساين ديتكشن يوروب تمشي اكثر من لبنان بس كثير مهم لما تاخذ السينيال الموجود على الطريق ويطلع على التابلو يعني ماشي بشارع 60 بتعطيك انه لا انتبه انت ماشي بسرعه 60 خش منه حتى فيها فانكشنال نافيجيشن سيستم صح نافي 600 مزبوط جاي فيها مع الدي في دي مع البلوتوث مع الاوكسيلري يعني سياره مفوله اذا فينا نقول كمان شغله بدنا نتاكد منها اللي هي الموتور قلت لي التيربو بدنا نشوفها بعدين وكل شيء الانجن جاي تيربو 221 هورس باور فور سيلندر اوكي فيري باورفول بينبسط السائق فيها لانه كانوا عم ياخذ 6 سيلاند بس هي 4 سيلندر انجن خلينا نشوف لكين الانجن هيك عن قريب اكثر شوف وين بصراحه كمان الفرونت اند مع البايك زانون هيد لايتس بيرفكت اتس ا بيرفكت لوكينج كار اكزاكتلي البايك زانون دي باند كمان يعني لما تلف على الشمال او على اليمين بيلف معك الضوء اوكي هون عم نشوف اكيد التيربو انجن كنا عم نحكي عنه بولد قوه 221 حصان سياره نشيطه سيارة سريعة وكمفورتابل بذات الوقت شو سعرها هيك سيارة؟ سعرها بهالباكج عم بيكون سعرها 44900 بس بما انه في اوتو فوكس ويك اوبل على اوتو فوكس هالجمعة عاملين سبيشال بروموشن على باكج اللي كان حقه 42900 عاملينه ب 39000 400 واو انكلودينج في اي تي ومقدمين شيء زياده كمان اللي بده ياخذ هالاوبل انسينيا اللي هو فري سيرفيس على 30000 كيلومتر واو كيف بتجي غير غير تورنتي اوكي فيها تاخذ اديشنال 30000 كيلومتر فري سيرفيس اللي بتغطي كل الفاست موفينج بارتس الزيوت الفريمات
كل شيء. كل شيء اسينشلز يلي بيتعب اول شخص يعطيه يعني سيارته بتمشي على 30,000 بيتعب فيهم ما اول شيء ما بتفكر فيهم. خليل بدي اشكرك كثير على وجودك معنا واكيد على خبرتك بعالم اوبل وعن هالسياره خصوصا انسينيا التوربو اللي شفناها اليوم. بدي اذكركم انه فيكم اكيد تزوروا موقع اوبل على الفيسبوك اللي هو facebook.com/opel-lebanon واكيد الشوروم اللي شوروم على جاليري سمعان اللي بحب كمان يسوقها ويجربها. عم نعمل تيست درايف لكل اللي بحب يسوق اوبل انسيجنيا او غير من اوبل استرا والكورسا كل اكيد السيارات. نحن اكيد بنهايه اوتو فوكس لليوم رح اكون عم لكم تزوروا موقع wheelers.me اللي فيه تلاقوا اكيد سيارات اوبل وغيرها اكيد من السيارات. واكيد ما تنسوا تحضروا حلقات لاحقه من اوتو فوكس لانه عندنا اوبل ويك وعندنا سبيشال اوفرز لكم. هلا رح نغادركم مع سمول دوكيومنتري عن اوبل. Wir lieben Autos.